هون ما فيهم يهربوا من أبوتهم لهذا القانون. هذا القانون المسخ صنعه عقلهم المسخ، فما يتهربوا هلق ويدعوا قدام اللبنانيين نحن ما لنا علاقة. لا، هن مسؤولين تحديدا، هم الدافع الأساسي لهذا القانون. وكل الغضب الذي يعتمل في صدور كل اللبنانيين اليوم ضد هذا القانون يجب يصب أن يصب على صانعي القانون، وأبرزهم التيار الوطني الحر والعهد العظيم. المطلوب طعن الطائف، المطلوب تقويض الطائف، وهذا القانون يعمق المشاعر المذهبية والطائفية، والمطلوب السير عكس كل المسار الذي حصل منذ الطائف حتى اليوم، لأنه كما قلنا سابقا هذا العقد العهد يملك حقدا تاريخيا وثأرا تاريخيا على اتفاق الطائف. كل الحالات في مرحلة ما بعد الانتخابات أستطيع أن أختصر الموقف بالتالي: نحن نتحضر للأسوأ في العلاقة مع هذا العهد. نحن نحتاج إلى إعادة توحيد الرؤية مع الرئيس الحريري، لأن ما حصل في الطائف هو أنهى معاناة لبنانية كثيرة، وهو كان ثمن الكثير من التضحيات من كل اللبنانيين، والإصلاحات التي حصلت في الطائف لا يمكن أن نقبل بالعودة عنها، وفي رأس هذه الإصلاحات دور رئيس الحكومة وموقع رئيس الحكومة. هناك هيكل للسلطة في لبنان جميل وبراق وحلو، توزيع صلاحيات ما إلى هنالك، ولكن هناك آمر ناهي واحد في الجمهورية، وهو رئيس الجمهورية وامتداداته. بتشرف جلبوط بالحزب التقدم الاشتراكي وبحزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط، ولا رئيس بالتيار الوطني الحر أو بما يشبهه من التيارات العابري والزائلي.